بكم مشاهدينا الكرام في صحافة الغد، وهذه الطبعات الأولى لأبرز ما جاء في الصحف القهرية والمجلات المختلفة من منشطات وعناوين مختلفة. نبدأ بأبرز العناوين التي تصدرت صحف صباح اليوم. جريدة الشروق: السيسي نتطلع لزيادة الاستكشافات بمجال الغاز والبترول لتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكاملة. جريدة الأهرام: الداخلية مقتل 17 عنصر إرهابي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بشمال سيناء. وفي الوفد الأربعاء: جولة الحسم في مفاوضات سد النهضة. أما اليوم السابع ففيها التعليم: بتحذر طلاب الثانوية العامة من الغياب. وفي المصري اليوم: طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا. أبرز التفاصيل بنبدأها مع العنوان الأول واللي تصدر جريدة الشروق، وفيه: السيسي نتطلع لزيادة الاستكشافات بمجال الغاز والبترول لتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكاملة. هذه التصريحات التي تحدث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل افتتاحه اليوم للمعرض والمؤتمر الدولي للبترول إيجيبس 2020 واللي بيعقد على مدار يومين. حقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يولي هذا الملف الاهتمام الخاص، ملف الطاقة المصرية، بكل ما يحويه من أهمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجستي لتداول وتجارة الطاقة وربط مصر بالدول المختلفة عن طريق هذا التحويل لمنطقة إقليمية لوجستية في مجال البترول والطاقة وأيضا تسهيل الغاز الطبيعي. اكتشافات مصر من البترول والغاز الطبيعي شهدت أوجها في عام 2019، وما زالت المزيد من الاكتشافات وعمليات التنقيب مستمرة خاصة مع الشركاء التجاريين والشركاء في هذا المجال من الدول المختلفة، سواء ما تم عقد عدد من الاتفاقات أو التفاهمات المبرمة معهم أو الشركاء المحتملين، وهذه الفعالية التي انعقدت في القاهرة وبدأت الحقيقة يوم الثلاثاء وتستمر على مدار يومين بمشاركة ممثلين من 60 دولة حول العالم. التقى السيد الرئيس كذلك بعد افتتاح سيادته للمؤتمر وتفقد المعرض الدولي للبترول إيجيبس 2020 الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، واللي أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، مما دعم هذا القطاع بشكل محوري وأسهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة. كذلك أكد السيد الرئيس على الأولوية المتقدمة اللي بتنتهجها الدولة المصرية تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، مما له مردود وقيمة مضافة هامة في هذا القطاع. من جانبه أعرب رئيس شركة بريتش بتروليوم عن اعتزازه وتقديره بمقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على أن أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه تكون لمصر نظرا للأهمية البالغة لمصر في المنطقة بأسرها، وتأكيدا على أن مصر كانت وستظل شريك استراتيجي لشركة بريتش بتروليوم. أما جريدة الأهرام ففيها المنشط الرئيس الداخلية: مقتل 17 عنصر إرهابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء. التفاصيل: الخبر: أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 عنصر إرهابي خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء ضبطهم في شمال سيناء. بحسب بيان لوزارة الداخلية مساء الثلاثاء، توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية
بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات ثالث العريج بشمال سيناء، واتخذها وكر لهم ومرتكز للانطلاق لتنفيذ عمليات عدائية. تم استهداف منطقة اختبائهم وتم تبادل أيضا إطلاق النار، مما أسفر عن مصر 11 عنصر وعثر بحوزتهم على 6 بندقيات آلية، بندقيتين خرطوش، 3 عبوات متفجرة. تمكن البعض الآخر من الهرب داخل أحد المنازل المهجورة والكائنة بمنطقة الحوض أول العريش، وتم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، وهو ما أسفر عن مصرع 6 آخرين وعثر بحوزتهم على 4 بندقيات آلية وحزامين ناسفين. تم تقنين الإجراءات وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. حقيقة هذه الضربة التي قامت بها الداخلية المصرية بتأتي بعد يومين أيضا من إحباط المحاولة الفاشلة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية والتعامل من القوات المسلحة المصرية مع عدد من الإرهابيين الذين قتلوا في هذه العملية، واستشهد من القوات المسلحة المصرية ضابطين و5 من الدرجات الأخرى. لكن دايما بنؤكد على اليقظة التامة واستمرار العزيمة والعزم للقوات المسلحة المصرية والشرطة في التصدي للإرهاب أيا ما كانت أشكاله. بنتحول في المنشطات الخاصة بصحافة الغد لجريدة الوفد، في الصفحة الأولى الأربعاء جولة الحسم في مفاوضات سد النهضة. بحسم اليوم الأربعاء بيحسم وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة الإثيوبي خلال الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف إيجاد اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد. المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري قال إن الجولات السابقة من مفاوضات سد النهضة اللي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا كانت مضنية وشاقة، وكانت بمثابة ذلك للأطراف الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق أملاً أن يرضي الأطراف كلها ويحقق المصلحة المشتركة. أوضح أن الاتفاق سيشمل وضع جدول زمني وآلية لملء السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، إضافة إلى استكمال النقاط المتعلقة بوضع آلية التنسيق والمراقبة والمتابعة وتبادل البيانات والمعلومات. وأكد كذلك أنها من أهم النقاط اللي بيتم التعامل معها والعمل على الوصول لها. أما جريدة اليوم السابع في الصفحة الثانية، ثلاث ضربات جديدة من الرقابة الإدارية ضد مافيا الفساد. نائب رئيس هيئة الأسعاف رفض رشوة 4 مليون جنيه مقابل ترسية مناقصة على شركة بعينها. جهود مؤسسات الدولة المختلفة في ملف مكافحة الفساد الحقيقة بيجري على قدم وساق. الرقابة الإدارية هي الأخرى تقوم بمهامها في هذا المجال، وعدد من القضايا اللي بيتم ضبطها ومحاسبة العناصر اللي بتخالف القانون. نص الخبر بيقول أنه تمكن رجال الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف حسين سيف الدين من ضبط 3 وقائع رشوة في يوم واحد وفي مجالات مختلفة، استكمالا للحرب على الفساد اللي بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية. رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتجرة بوظيفته نظير 4 مليون جنيه من المال الحرام لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية لإحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه. بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدره 4 مليون جنيه ليحصلوا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله، وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكدت صحة هذه الأنباء. كذلك تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ 5 مليون جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة. طلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين، وتمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات مدير عام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاديم مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد الشركات الخاصة بالمقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات الشركة
أو شركته لدى الشركة محل عملهما، مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة. هذه هي الأخرى يقظة، ولكن بنوع مختلف، مكافحة الفساد في الدولة المصرية وداخل مؤسساته المختلفة. إذا كنا بنرغب في تنمية شاملة أو تنمية مستدامة بتتم على أسس سليمة، إذن مكافحة الفساد هو الملف اللي له الأولوية في هذا الإطار. جريدة اليوم السابع أيضا، ولكن في الصفحة الثالثة ليها، بعد انطلاق الترم الثاني التعليم بتحذر طلاب الثانوية العامة من الغياب، فصل الطالب المتجاوز من نسب الغياب. حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من الغياب عن الدراسة خلال الترم الثاني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي طالب يتجاوز نسبة الغياب. وقالت مصادر مسؤولة أن الطالب اللي لم يحقق نسبة حضور 85% طول العام الدراسي سيتم تحويله لنظام المنازل مع فصله إذا تجاوز نسبة الغياب المقررة، وهي 30 يوم منفصلة و15 يوم متصلة، دون أن يقوم بإعادة قيده مرة أخرى. لافتة إلى أن للطلاب الحق في إعادة القيد في المرحلة الثانوية مرتين فقط، ومشددا على أنه على جميع الطلاب الالتزام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. أستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم المشرف على الملف التعليمي ينضم إلينا عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا أستاذ رفعت. أهلا بك. أهلا وسهلا. صباح الخير. والطبعات الأولى في صحافة الغد حدثتنا عن الثانوية العامة ونسب الغياب وكيفية التعامل مع من يتعدى هذه النسبة. حضرتك وضح لنا الصورة بشكل أكبر. أولا التحذير ده ليس جديدا بالنسبة للطلاب، ولكن دائما تقوله وزارة التربية والتعليم ما في منتصف العام الدراسي وقبل نهايته، نظرا لكثرة الغياب من قبل طلاب الثانوية العامة. حتى إحنا كنا زمان من حوالي 20 سنة كنا دائما نقول لا مدارس بعد مارس، اللي هي المدارس اللي إحنا كنا بنكتب فيها استمارات الثانوية العامة. لكن دلوقتي للأسف نسبة الغياب في الثانوية العامة بسبب انتشار الدروس الخصوصية زادت بنسبة كبيرة جدا. المشكلة بقى حضرتك، نعم التعليمات موجودة، لكن الجدية في التنفيذ هو المطلوب. جدية تنفيذ هذه التعليمات على أساس يبقى الطالب ما يبقاش مجرد بيسمع تحذيرات وعلى أرض الواقع لا يتم تفعيلها، نظرا لكثرة عدد الطلاب اللي بيتغيبوا عن الدراسة. طبعا الطالب اللي بيتغيب عن الدراسة دي يعني هقول يا إما منشغل بالدروس الخصوصية وعدم مقتنع ومش مقتنع بدور المدرسة كما حدث طوال السنوات الماضية، أو إن هو طالب مهمل، وفي هذه الحالة يطبق عليه القواعد اللي أعلنت عليها وزارة أو التحذيرات أو الضوابط اللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم. أنا هاجي أقول لحضرتك أفرق ما بين حاجتين. الطلاب المرحلة الثانوية سواء أولى ثانوي أو ثانية ثانوي شيء، وسنة ثالثة ثانوي شيء آخر. ثالثة ثانوي على النظام القديم اللي هيمتحن ورقي وهيمتحن من خلال التابلت، لكن سنة أولى ثانوي ثانية ثانوي دلوقتي مع النظام الجديد اللي اقترحته وزارة التربية والتعليم وطبقه نظام الأوبن بوك ونظام إن أنا اللوحة الإلكتروني إلكترونيا أمتحن عليه ويبقى معايا الكتاب، لكن لو أنا فكرت إن أنا هعتمد على الكتاب ده عشان أبحث عن إجابة أي سؤال بالنسبة لي الوقت هيضيع مني نظرا لكثرة الأسئلة اللي موجودة. حضرتك بتوضح لنا نظام الامتحان بالضبط بالنسبة لسنة ثالثة ثانوي. السنة دي هيكون آخر نظام في الثانوية العامة سنة ثالثة اللي هيبقى ورقي، السنة الجاية هيبقى إلكتروني. ولهذا أنا أناشد الطلاب وأولياء الأمور، لأن النجاح تطبيق هذا النظام سواء السنة دي أو السنة القادمة لابد أن يتواجد الطالب في المدرسة عشان يعرف إزاي يخش على بنك المعرفة، إزاي يتدرب على إجراء الامتحان إلكترونيا. أنا ما بدورش على السنة دي بس على النظام القديم بالنسبة لسنة ثالثة ثانوي، لأن أصبحت مرحلة فاصلة دلوقتي تماما. إما أن نطور نظام الثانوية العامة ونقضي بنسبة كبيرة على الدروس الخصوصية
للأسف بتعلم ولادنا دلوقتي كيفية الإجابة على الأسئلة بشكل كبتولة دون أن يكون ملما بالمنهج، دون أن يكون ملما بمعلومات تفصيلية. النظام الجديد نحن نتمنى أن يحقق هذه المعادلة التي نبحث عنها، وأن يخلي الطالب مثقف في التخصص وفي المعلومات. أما بالنسبة للتحذيرات اللي حضرتك أشرت إليها، دائما نسمعها من وزارة التربية والتعليم، لكن الجدية في التطبيق هو اللي هيخلي فيه نوع من المصداقية، والتطبيق على كافة الأطراف، يعني كمان المنظومة التعليمية من الطرف الآخر، على الطالب، صحيح في التواجد في المدرسة، من الكادر نفسه التعليمي لتقديم الخدمة. نجاح العملية التعليمية عودة الاثنين للمدرسة، صحيح، المدرس والطالب. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، وعلى التوضيح أيضا لنظام الثانوية العامة في الامتحان. أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، المشرف على الملف التعليمي. بننتقل إلى المنشطة في جريدة مصر اليوم في الصفحة الثانية. فريق طبي من الصحة العالمية بيصل إلى الصين لمواجهة كورونا. التفاصيل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 من المصابين و 42638. أوضح بيان صادر عن اللجنة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال آخر 24 ساعة بلغ 108 حالة وفاة، وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد وفيات فيروس كورونا فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم سارس بين عامي 2002-2003، وقد توفي 774 شخص من وباء سارس، أغلبيتهم كان في الصين وفق منظمة الصحة العالمية. في الوقت نفسه قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك بيقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا، لكن لن يكون هناك قروض جديدة. وأضاف إن الصين لديها احتياطات دولية كبيرة خاصة بها، ومشددا أنه لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي، وإن خبراء من البنك بيجرون مناقشات مع السلطات الصينية، وقد يقدمون مساعدة فورية في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة وتحليل تأثير التفشي على اقتصاد الصين. حالة الطقس والجو في مصر الحقيقة في الأيام الماضية كان فيها شدة للبرودة، وإحساس الناس بالسقعة كان واضح جدا، يمكن لأن في سرعة رياح، هل العوامل الجوية أثرت في الإحساس بهذه البرودة والطقس، وهل هيستمر على هذا المعدل ولا درجات الحرارة هتتغير في توقيتاتها المختلفة من العام؟ ده اللي هنعرفه من الخبر القادم. الأرصاد بعد الموجة البادة، طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا. التوقع من هيئة الأرصاد الجوية المصرية بأن يكون طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، غائما أحيانا، الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري. ورجح خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة بالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والطقس أيضا دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، غائم أحيانا والرياح معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة العظمى 20 درجة، الصغرى 8، والإسكندرية العظمى 21، والصغرى 10. دكتور وحيد سعودي خبير هيئة الأرصاد الجوية بينضم إلي عبر الهاتف. برحب بيك يا دكتور وحيد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. وحضرتك قول لنا معدلات الطقس هتتم إزاي في مصر في الأيام القادمة؟ هو إن شاء الله اعتبارا من الغد هتشهد البلاد تحسن ملموس في الأحوال الجوية، بمعنى إن هتقل تماما كميات السحب، بالتالي هتزداد فترات سطوع الشمس، وهتبدأ درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على مدار هذا الأسبوع. فالنهارده كانت درجة الحرارة اللي سجلت على القاهرة درجة حرارة عظمى 16 درجة، غدا متوقع عليها 20. إن شاء الله الخميس والجمعة تصل لحوالي 24 درجة مئوية. إذا إحنا داخلين على جو شتوي دافئ خلال ساعات النهار، بتنعدم فيه فرص سقوط الأمطار، بتهدأ فيه سرعة الرياح، وإن ظل الجو شديد البرودة أثناء الليل، وده طبيعي جدا طبعا خلال فصل الشتاء. يبقى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق،
بخص منها بالذكر الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. طيب دكتور وحيد، احنا في أمشير، أخبار الأتربة إيه؟ والربيع دايما بيجي علينا كده بعواصف يمكن ما بتكونش محبوبة، فيها يعني نوع من الأتربة ما بتبقاش محببة للناس. حضرتك لسه فصل الربيع هيبدأ يوم 21 مارس، احنا ما زلنا في فصل الشتاء، وارد بالرغم من الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة انها تعاود انخفاضها بشكل ملحوظ مرة أخرى. احنا لسه ما سبناش فصل الشتاء حضرتك. طبعا سرعة الرياح الفترة الجاية الجو مستقر تماما، لكن ممكن انها بعد 72 ساعة تنشط بشكل محدود جدا غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو لكافة قطاعات الدولة أو للسادة المواطنين، مش زي الرياح الخمسين اللي بتيجي مع فصل الربيع. هتكون أخف يعني. طبعا حضرتك يعني الجو الحمد لله مستقر وجميل جدا وهيدفي، بس نصيحتي خاصة لشبابنا ما تخففوش ملابسكم بالرغم من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، لأن احنا لسه في فصل الشتاء وهتعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، ويبقى الجو على مدار فصل الشتاء شديد البرودة أثناء الليل، بتصل فيه درجة الحرارة الصغرى حوالي ما بين يمكن 9 ل 10 درجات مئوية وأقل من هذا على بعض المحافظات زي شمال الصعيد ووسط سيناء حضرتك. ودي نصيحة مهمة، لأن دايما الناس الحقيقة بتقع فيها في مع درجات الحرارة المتذبذبة، إن هي تغير في طبقات الملابس وبالتالي بيصابوا بنزلات البرد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور وحيد سعودي خبير هيئة الأرصاد الجوية. وصلنا لنهاية هذه الجولة في صحافة الغد من خلال الطبعات الأولى. اللقاء بيتجدد معكم في الغد، إلى اللقاء.